السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات، أتمنى أن تكونوا بألف خير. نحن الآن تقريبا في منتصف شهر فبراير، وهي فرصة لغرس الأشجار المثمرة سواء الاستوائية أو اللوزيات أو الزيتون أو النخيل وغيرها من الأشجار المثمرة التي تعود بالنفع على المجتمع وعلى الإنسان. اليوم غنتكلم على موضوع جد مهم، ألا وهو استعمال المواد العضوية. واليوم غنتكلم على واحد المادة عضوية اللي تقريبا الثمن ديالها مناسب للفلاح وتنعكس بالإيجاب على المجتمع. غنتكلم على مادة الكومبوست أو السماد العضوي المعالج. هذا السماد العضوي كما تشاهدون فهو عبارة عن تحلل المواد الخضرية، أي بقايا الأشجار والنباتات والخضار وغيرها والفواكه والمواد الحيوانية، يتم معالجتها مدة معينة تقريبا 6 أشهر. هذه المادة هذه يقدر الفلاح يستعملها، وكنصح الفلاح عامة يستعملها سواء الفلاح الصغير أو الكبير. لماذا؟ لأنها لا تعطي الأعشاب الضارة، وبالتالي الفلاح لن يستعمل أبدا مبيدات الأعشاب الضارة التي تؤدي في آخر المطاف إلى الضرر على المستوى البيئي، أي زيادة ملوحة التربة وكذلك ملوحة الماء وما لها من أضرار على صحة الإنسان. إذا نصيحة اليوم أو نصيحة هذا الفيديو بعجالة هو أنصح الفلاح باستعمال الكومبوست. أنا لا أفعل إشهار للشركات، وإنما يمكن للفلاح أن يصنعه بنفسه، فهو عبارة عن سماد عضوي يحتوي على مواد عضوية ويحتوي على قليل من المواد الصغرى والكبرى ويعود بالنفع على الفلاح. لا تنسونا إخواننا أخواتي بالاشتراك في القناة، دعما منكم وفضلا منكم كذلك، وأي استفسار فأنا موجود على مستوى التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.